صباح الخير، صباح جديد، صباح كله أمل وتفاؤل مع دعوة للحب. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير يا شيري، صباح الخير عليك وصباح الخير عليها وصباح الخير على كل المصريين. امبارح كان يوم جميل جدا، تقريبا الشوارع كلها أو العالم كله كان ريحته حلوة، كان ريحته حب. البرنامج بتاعنا دعوة للحب بيدينا أمل، وبنحاول نرجع تاني الروح للبيت المصري، وبتحاول يبقى فيه دعم للحب وللأمان. الحب ده بيدي طاقة حلوة قوي، وبيدينا قوة، وبيدينا أمل إن احنا نقدر نعمل حاجة كويسة. طول ما احنا في حب، المكان اللي احنا بنكون موجودين فيه لازم يبان علينا، صح يا عمرو؟ صح طبعا، البارح كان عيد الحب. احنا كلنا اكيد متشوقين ان احنا نعرف ايه حكاية عيد الحب وجه منين. شيري ممكن تكلمنا عن الموضوع ده؟ كان في، بص، في اقاويل كتيره قوي وفي اساطير كتير بتتكلم على عيد الحب، لكن هنحاول ناخد كده حاجه منها، يعني نحاول نسردها. يعني الفالنتاين ده بيرجع لقديس اسمه الفالنتاين. ده كان من العصر الروماني. كان في امبراطور اسمه كلوديوس الثاني. ده كان عامل ايه؟ كان الوقت ده كان في حرب. الحرب دي كانت تقريبا خدت ناس كتيره جدا، او خدت جزء كبير قوي من الجنود. ما كانش فيه ليها دعم. فالامبراطور اول لما عمل نداء للشعب ان هو يبتدي ينزل علشان يرجع تاني او يدخل الحرب او يبتدي يبقى في نضال، فاتفاجئ ان في ناس كتيره جدا مرحوش الحرب. ليه بقى يا عمرو؟ عشان تمام. اغلبيتهم تقريبا كانوا متجوزين، وجزء تاني كان داخل على جواز. فهميني، هو ليه كان عايز ناس تاني؟ يعني انا مش فاهم، ممكن تعيدي الجزء تاني بتاع كان عايز يرجع تاني، كان عايز ياخد جزء من الشعب علشان يدخل حرب، لان لما دخل حرب كتير حصل هزيمة، ففي جزء كبير قوي من الجنود توفت. ايوه، فابتدى يعمل نداء للشعب علشان يرجع لهم، عشان يجوا ويبتدوا ينزلوا يحاربوا. لقى ان الشعب جزء كبير جدا منه مرضيش يجي، لان طبعا في جزء منه كبير كان متجوز وجزء تاني كان داخل على جواز. فالامبراطور كلوديوس الثاني عمل فرمان او قرار ان منع الجواز تماما. ليه؟ علشان يبقى فيه، او عنده هو اقتناع ان في صحه، وفي ما يكونش فيه مسؤوليه، ما يكونش فيه حاجه في دماغهم، لازم ينزلوا للحرب بس مش اكتر. لما عمل القرار دوت ان مفيش منع الجواز تماما، القديس فالنتاين او فالنتين، يعني تعددت الاقاويل، ابتدى يعمل يوثق الزواج في السر. الامبراطور عرف، استدعاه، عمل له نفي، وبعد النفي عمل له سجن مدى الحياه. فتره السجن دي كان فيها سجان، وكان فيها بنته دي. هو حصل زي قصه حب كده في الفتره دي، وكان عايز يتجوزها. الامبراطور طبعا عرف، امر قرار بالقتل او اعدامه. بعد ما قبل ما يتعدم، بعت برقيه لحبيبته، قال لها فيها حبيبتي، بما معناها ان انا، يعني انا من مخلص ليكي. فدي تقريبا في، يعني في كذا اقاويل من الاساطير اللي حصلت ديت. فابتدوا بقى يعملوا ان يبقى اول برقيه تقريبا ان هي تتعمل، اول برقيه تبقى تبتدي تتبعت. ابتدى يبقى في، بعد ما توفى الراجل دوت او بعد ما توفى القديس، ابتدوا الشعب عمل زي ثوره كده. اليوم بتاع اللي هو يوم 14/2 ابتدى يبقى الاحتفال لعيد الحب، فهو كان رمز او ايقونه عيد الحب. يعني 14 فبراير ده اليوم اللي حبها فيه، ولا اليوم اللي توفى اتعدم فيه؟ فيه؟ اللي اللي اتعدم توفى فيه. اللي توفى فيه وهو حبها قبل ما يتحبس ولا بعد ما؟ لا هو في السجن حبها، وهو في السجن حبها. اكيد كان في جوه يا عمرو، كان في ستات جوه، كان في رجاله، يعني كان سجن الحرب حلو كان في قوي. يعني السجن فيه رجاله وستات؟ اكيد. ما هو دي اسطوره. بص، ما دام ما فيش حاجه موثقه تاريخيا بتبقى اساطير، لكن في الاول والاخر تعددت الاساطير والحب واحد. ففي الاول والاخر هو خلاص، هو في حاجه برضه انا كنت عايزه اقولها، ان عيد الحب يوم واحد او يومين، يوم اللي هو اليوم المصري واليوم العالمي. اليوم العالمي ده
كل العالم حتى كمان الوطن العربي بيحتفل بيه. فسواء كانت أسطورة أو مش أسطورة، دي حاجة كويسة قوي إن احنا تخلينا إن احنا نحتفل أو نفتكر، لو بضغوطات الحياة وبالمشاكل وبالحاجات اللي بتحصل لنا، إن احنا نفتكر يوم يبقى فيه حب نتهادى، ده بتبقى حاجة جميلة جدا. اتعملت ايه امبارح بقى في عيد الحب؟ والله أنا لسه ما عنديش يعني علاقة عاطفية، فعملت جبت تورته في البيت بس لأهلي. طيب احنا عايزين نقول برضو ان الحب ده ليه معاني كتيرة جدا، وليه حاجات جميلة. مش شرط ان احنا نبقى مرتبطين، او مش شرط يكون في راجل في حياتنا او يكون في ست في حياتك علشان انت ترتبط او ان انت تحس ان انت بحب. الحب ده ليه معاني كتير قوي وجميلة وسامية جدا. حب الاهل، في رزق حلو ربنا بيديه لنا، رزق الاهل جميل، مفيش مشكلة ان احنا اهالينا نقول لهم كل سنة وانتم طيبين في عيد الحب. صحابنا، جيراننا، الناس اللي احنا بنحبهم، زمايلنا في الشغل، كل ده عشان عيد الحب. فمش شرط ان احنا نكون معانا بس في ان احنا نكون مرتبطين او في راجل في حياتنا. الدنيا دي ربنا وزعها بالعدل، ربنا رحيم، 24 قيراط، كل حد فينا واخدها بالتساوي. ازاي؟ عارف يا عمرو، في حد ممكن تشوفه تقول ما شاء الله عندها مثلا 4 5 ولاد وانا ما عنديش، بس انت تعرف هو ربنا خد ايه عشان يديها ده؟ فاحنا عايزين برضو، عايزة اقول ان احنا ما نبصش لحد قوي، مش عايزين نبص لحد عنده حاجات مش عندنا، لان انت ما تعرفش او انت ما تعرفيش ربنا خد منه ايه عشان يديهوله. في ستات او في ربنا بيديها مثلا زوج صالح كويس جدا، في بيديها شهرة، بيديها جمال، بيديها مال، لكن ربنا بيكتبها عقيم. للأسف الناس بتبص للي هي شايفاه، محدش بيفكر ابدا في الباطن اللي هو مش ممكن اللي هو ممكن يكون مش شايفه بالظبط. فاحنا علشان كده عايزين ما نركزش مع حد، كل واحد فينا يركز مع نفسه، او لو في حاجه ناقصه خلينا نبص، كلنا ربنا خلقنا طبقات، خلينا نبص للي اقل مننا علشان نحمد ربنا على الحاجه اللي ربنا مديها لنا. يعني في واحده ممكن يكون عندها ما شاء الله مثلا عندها مال، عندها كام طفل، عندها حاجات كتير، بس انت تعرف ان ممكن يكون هي مريضه، ممكن تكون هي فيها مشكله، حد من اطفالها ال4 5 دولت فيهم مشكله وبتصرف عليهم، وفي دكاتره محدش يعرف حاجه زي كده، ما بيشوفوش من بره، يعني حد يشوفه بس من بره ما بيشوفوش اللي جوه فيه ايه. ده حقيقي، ده حقيقي، ودي كمان مشكلة بيعاني منها المشاهير والفنانين مثلا. الناس كلها صح، متخيلة ان هم عايشين في سعادة وحب وهنا وكده، ومحدش يعني يعرف حاجة عن حياتهم الشخصية. ممكن يكون اي حد منهم بيبين كده ان هو المفروض يبين كده، بس انت ما تعرفش ايه الباطن. بالظبط يا عمري، احنا عايزين نقول لكل واحدة وكل واحد كل سنة وانت طيب، ولو في حد ربنا رزقه باللي بيحبه وعايش معاه، يمسك فيه كده بايده واسنانه، ما يسيبوش، ويحاول يصلح على قد ما يقدر، لان الحب ده بيجي مره واحده، الحب لقطه ما بتتكررش تاني. بعد كده ممكن نتحايل او نحاول ان احنا ننسى. ايه اللي يخلينا ان احنا ننسى ما دام احنا في ايدينا دلوقتي ان احنا نعيش، ان احنا نحب؟ الحب قوه، الحب عمره ما كان ضعف. الحب ممكن يبقى ضعف لو متحرك غلط، او الحب يكون ضعف يا عمرو لو مش في الصوره السليمه، او مش في النطاق الشرعي السليم. صح ولا غلط؟ صح. تمام. فاحنا عايزين نوجه الرساله لكل حد، كل سنه وانتم طيبين، ولو في حد، لو كل واحد مسك في اللي هو بيحبه وحاول يصلح ويحاول يطور منه، كلنا والله هنعيش في حب. مش معنى ان احنا يوم واحد بس في السنة ان احنا نحتفل بيه يبقى احنا ننسى السنة كلها ونبتدي نتعايش، او نبتدي يبقى خلاص ضغوطات الحياة والمسؤوليات والحاجات اللي احنا شايفينها غصب عننا. طبعا الراجل بيبقى في شغله، والست بتبقى في البيت، وبتبقى مع الاولاد، وبتبقى مش مهتمية بنفسها،
بتهتم بنفسها بره بس، ده بيولد نوع من انواع الفتور العاطفي. والله في بعض الستات لا بره ولا جوه. ليه انت متشائم ليه قوي كده يا عمرو؟ احنا هنتخانق على الهواء. ليه متشائم؟ لا في ستات كتير متهيألي. ليه انت شفت كده؟ اكيد اه، احنا شوفنا ستات كتير بره في الشارع. ما هو للاسف ده بيدي يعني غصب عن الراجل برضو ان هو بيشوف بره كتير، والست دلوقتي علشان هي نزلت نطاق العمل فغصب عنها ان هي بقت تصحى الصبح يعني تهتم بنفسها بره البيت وما تهتمش جوه البيت. ايه المشكله لما احنا نهتم جوه البيت وبره البيت؟ الموضوع ممكن هيبقى تعب علينا شويه، لكن برضو بكررها، احنا اللي اخترنا ان احنا نشتغل، احنا اللي اخترنا ان احنا نبقى في ميدان العمل، فخلاص يبقى احنا لازم نكون قد المسؤوليه جوه وبره، صح ما ولا هي ايه؟ صح، بس هي لما ما تهتمش بنفسها وتيجي تزعل لما هو يبص بره. طيب ما هو لما بيبص بره يا عمرو لازم الست برضو تراجع نفسها في حاجات كتير، لان الست هي اساس البيت، الست هي اساس البيت، هي اساس الفكر. يعني انا بحس ان الراجل والست عامل زي الراس والرقبه، يعني الرقبه ما تنفعش تنفصل على الراس، لازم حد فينا يا يعني الراجل الرقبه والست الراس، فاحنا ما ينفعش نتحرك، دول الاتنين راكبين على بعض. فانا متهيألي ان هي لازم توازن ما بين هنا وما بين هنا ما دام نزلنا الميادين العمل. كون ان هو بقى بيبص لبره، طبعا مش هقدر اقول ان احنا يعني او اقول ان هو غض البصر سواء للست او للراجل، الاتنين مطلوبين، بس بطبيعه الحال خلاص بقينا كلنا بنعرف نلبس، الكل بقى بيعرف يعمل ميك اب، الكل بقى بيعرف يعمل حاجات كتير، فلازم على قدر الامكان اهتم بنفسينا، ولا انت ايه رايك؟ يا ريت الكل يهتم بنفسه عشان محدش يبص بره، عشان الشخص اللي معاه يفضل مالي عينه. يعني مثلا مش لازم الراجل يجي يلاقي ريحتنا بصل وشكلنا ضوافرنا مش نظيفة او شعرنا، مش كله طبعا كده، بس بنحاول نقرب وجهات النظر شوية. يعني اهتمي بنفسك في البيت، لازم يجي ريحتنا حلوة، لازم يجي على قدر الامكان يلاقي البيت متوضب. عارف المشكلة يا عمرو ان في رجالة طبعا للأسف ان ممكن ستات تعمل حاجات بس هو ما يبقاش شايفها، صح؟ صحيح. زي مثلا لما بتيجي في ست مثلا ممكن تبقى شوية كسولة، فتلاقيها مش بتوضب البيت قوي، تلاقيها مش مهتمية بيه، فطبعا الراجل بيحس ان هو ان هي كده بتستقل بيه. شوفي جوزك متضايق من ايه وكلميه، انتوا الاتنين لازم تتكلموا مع بعض، مفيش احراج ما بين الاتنين، لان كتر الاحراج لو انتي ما اتكلمتيش او هو ما اتكلمش هيحصل فجوة عاطفية. مظبوط مظبوط، بس انت شايفه ان يعني الفالنتاين ممكن مناسبه زي دي تبقى اكتر من مره في السنه؟ ممكن ده طب ايه المشكله لما نجدد الحب ده على طول؟ بنقول برضو بطبيعه الحال ان في حاجات كتير غصب عننا الدنيا بيبقى فيها ركود، لكن ايه المشكله لما نجدد؟ ايه المشكله لما الست تدلع جوزها؟ ايه المشكله لما تقول له حلو اللبس اللي انت لابسه، انت حلويت كده ليه، انت كذا، ايه المشكله؟ لازم يسمع من بره، ست بتسمع وراجل بيسمع. ما هو ممكن يكون محلوش ولا حاجه، هي هتقعد ما تضحك عليه يا عمرو، ايه المشكله؟ تضحك عليه، مش لازم تضحك عليه، بس يعني بالكلمه الحلوه الست بتعرف تضحك على الراجل. كل واحده ست عارفه مفتاح جوزها ايه، ما تجيش بعد ما يروح منها او بعد ما يبتدي يبص بره او يبتدي يتحرك تقول يا ريتني، بعد خلاص كده خراب ملطه ان هي مش عارفه تعمل حاجه. ما نبتدي من الاول ونعمل مبادره للحب. ايه المشكله ما نعمل يا عمرو مبادره للحب؟ هو انا لازم استنى الراجل هو اللي يبتدي؟ مش لازم يا عمرو استنى الراجل، مش لازم نستناه يا جماعه والله ان هو ما يبتدي، احنا نبتدي. نبتدي باكله حلوه، نبتدي باللبس، لو واحده محجبه اللبس اللي انت مش قادره تلبسيه بره البسيه في بيتك، المكياج اللي انت مش قادره تعمليه بره اعمليه في البيت، اللي انت مش عارفه تعمليه بره اعمليه في البيت. ايه رايك؟ ممكن تجيب نتيجه شويه؟ ممكن تجيب نتيجه، بس يعني اعتقد الموضوع اعمق من كده بكتير. ما احنا دورنا بقى دلوقتي ان احنا نعمل دعوه للحب، ان احنا نحاول نقرب المسافات، ان لما الست تبقى محتاجه حاجه من الراجل او حاسه ان في نقص او حاجه ان هي مضايقاها تروح تقول له، تتكلم معاه
وانت كمان اتكلم معاها وحاول تحس بيها وحاول تسمعها، حاول تقرب لها. بس ده برضو عارف بيبتدي من الاول خالص، عايزين نعرف يا عمرو عشان ما يبقاش فيه مشاكل، لان بيبقى بيوت كلنا او مش كلنا بيبقى فيه اختلافات في الاراء او فيه اختلافات في الفكر، فبالتالي من الاول خالص لازم نختار شريك الحياه المناسب علشان ما يحصلش المشاكل دي كلها واطفالنا هم اللي يشيلوا الذنب. صح صح بس هو ايه السبب ان انت ما تعرفش تختار شريك حياتك المناسب، او ايه اللي بيهيئ لك ان هو ده الشريك المناسب وبعد شويه بتشوف ان مش هو، او الاعجاب او الانبهار اللي بيبقى موجود في الاول ليه ما بيبقاش موجود بعد كده؟ بص يا عمرو، برضو اللي عايزين نقول ان المرحله السنيه بتختلف، يعني كل فكر وكل مرحله سنيه، يعني لو واحده في العشرين مش هنجيبها زي الثلاثين ومش هنجيبها زي الاربعين، هي سنها قد ايه وهي فكرها عايزه ايه، لازم هي او هو الاثنين، احنا بنتكلم ليكم انتوا الاثنين، لازم نعرف انا عايزه ايه، وانا لما اكون عايزه ايه همشي، هينفع ابقى ماشيه مع او متماشيه مع اللي قدامي ولا لا. يعني المرحله السنيه متهيألي مثلا لو بنات لسه في الاول في العشرين، اعتقد ان هم هيكونوا محتاجين او في الاول هيكون في حب وفي توهج وفي عايزين يقعدوا في بيت، عايزين يبقى ليهم المطبخ بتاعهم، عايزين يتحركوا براحتهم، عايزين بيت، عايزين اطفال. دي تقريبا يعني كلنا تقريبا اول بيبي بيبقى اللي هو احنا عشان خاطر الناس وعشان خاطر المتجوزين وعشان خاطر لسه. طب اقاطعك بس اقاطعك، هو يعني قبل البيبي ايه السن الامثل اللي انت شايفاه للجواز او للارتباط؟ انا شايفه يعني مش للارتباط، خلينا للجواز عشان الارتباط ممكن يبتدي بدري، ايه السن الامثل للجواز على اساس يبقى الكل واعي ومدرك وما يحصلش ندم بعد كده؟ انا شايفه ان البنت لازم تخلص تعليمها ولازم تنزل ميادين العمل، لازم تشتغل، الشغل والاختلاط بالناس هيعرفها ويعلمها على قدر الامكان، لكن ما تجيش بنوته مثلا عندها 17 18 سنه وتقول لها اتجوزي، ترميها كده تقول لها خلاص انت شايله بيت، انت شايله مسؤوليه، انت في طفل، طفل هيجيب طفل ازاي؟ في مجتمعات عندنا في مصر بيجوزوا ولادهم عندهم او بيحصل تسنين ليهم، بنحاول في سلطات دلوقتي بتحاول تقنن الموضوع ده طبعا على قد ما تقدر، لكن في ناس فعلا في اماكن في اماكن طبعا بتبقى تقريبا بتبقى عندها 16 سنه و 13 سنه وبيتجوزوا. افتكر ان الموضوع اصبح مقنن، انا مش متاكد بالظبط بس افتكر ان في قانون بيمنع اقل من 18 سنه، بس خلينا نتكلم ايه السن الامثل للجواز؟ ايه السن اللي انت متخيلاه هو الافضل؟ انا متهيألي الثلاثينات، انا متهيألي الثلاثينات. الثلاثينات، طيب الثلاثينات في مجتمعنا، لان احنا برضو عايزين نوازن بين المجتمع وبين الاشخاص، يعني في مجتمعنا الست بيفضل انها تتجوز في العشرينات، الراجل ما فيهاش مشكله. ايا كان بقى الكلام ده صح ولا غلط، يعني دي حرب ثانيه، بس دلوقتي انا كست يفضل ان احنا نتكلم عنها في الجواز في العشرينات. هنكمل الموضوع دوت الحلقه الجايه عشان احنا لازم نختم دلوقتي. طيب، وعايزين نقول كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسلامه، ويا رب دايما يا دايما يا رب تبقوا في هنا وسعاده وحب، وكل سنه وانتم طيبين وكل عيد حب وانتم بخير، ويا رب ايامنا وايامكم كلها تبقى حب وسعاده.